السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الثالث ابتدائي نيفو سي 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال 6 بريمير لوغال، غادي نشوفوا فيه الدرس ديال سانفورمي اي انفورمي. اذا كما عندنا في الدرس ديالنا ديال 6 بريمير لوغال غادي نشوفو سانفورمي اي انفورمي. بالنسبه للاكتيفيتي نيميرو 1 قالك اوبسيرف لي ديسان، شوازي اون اكتيفيتي كو تو براتيك اي انفورم تي كامارات سور سيت اكتيفيتي. تي كامارات بوف ا لور تور تو بوزي دي كيسيون. اذا غادي تحاول تختار شي صوره من هاد الصور هادو، غادي تقول شي اكتيفيتي اللي نتا جديرو واللي عزيز عليك وغادي تحاول تعطي معلومات عليه. باغ اكزومبل الصوره الاولى كاين تما كره القدم، ممكن نعطي معلومات على كرة القدم. شنو غادي نقول؟ لو فوتبول سي ان جو كوليكتيف كي سو جو افيك 11 جوور دون ان تيران. لو ماتش سو جو اون دومي تان دون شاكون 45 مينوت. ونمشيو للصورة الثانية، هي ديال لا ليكتور المطالعة. إلا كانت عزيزة عليك المطالعة هاد لاكتيفيتي هادو، شنو ممكن تقول على المطالعة؟ تقول لا ليكتور ايت اون اكتيفيتي كو جو براتيك سوفون car me rend très intellectuel et bien éduqué. Grâce à la lecture, j'enrichis mon vocabulaire et mes capacités. ممكن تعطي هادو بعض المعلومات على لا ليكتور، علاش تعجبك وشنو هي لا ليكتور، تعطي دي زانفورماسيون على هاد لاكتيفيتي هادي. بالنسبة للصورة الثالثة هي ديال لا بانتور ولا الفن ديال الرسم. إذا شنو ممكن نقولو؟ ممكن نقولو لا بانتور est un art noble. Quand tu dessines ou tu peins, tu te décharges de toutes les idées négatives. هادو بعض المعلومات اللي ممكن نقولو على لا بانتور. اذا هذا هي لاكتيفيتي اون، يعني كل واحد غادي يشوازي شي صوره من داك الصور هذوك وغادي يحاول يعطي دي زانفورماسيون عليها، معلومات باش يبين لصحابو شنو هي هاد لاكتيفيتي. يعني سانفورمي يعني دوني دي زانفورماسيون، سانفورمي هي تقلب على لي زانفورماسيون، جات تسول باش تلقى داك لي زانفورماسيون. اذا نمشيو لاكتيفيتي 2، قالك tu aimerais avoir un animal domestique chez toi. Tu te rends dans une animalerie. Quelle information demandes-tu? Quelle information reçois-tu? Je la scène avec un camarade. إذا مشيتي نتا لواحد لانيمالري فين تيبيعو لي زانيمو دوميستيك، بغيتي تشري شي حيوان. إذا بور سانفورمي غادي ممكن نطرحو ديك الأسئلة اللي في الطابلو الأول. بور انفورمي ممكن يكونوا داك لي ريبونس تما. باغ اكزومبل انا مشيت ناخذ نشري واحد لوشا، واحد القطيط. اذا شنو ممكن نقول؟ نقول ليه كي سوا فوتي لوي دوني، شنو ممكن لي سوا لي ممكن ندير ليه؟ يقول لي يا الفو لو لافي لو بروسي، يعني غادي تلعبوا هادي اون بينوم، يعني جوج ديال لي كاميرات في الكلاس كل واحد غادي يدير الدور ديال واحد، يدير الدور ديال سانفورمي واحد انفورمي. بحال انت خديتي واحد لوشا، إذا هو غادي يسولك كي سوا فوتي لوي دوني، نقولو إلفو لو لافي إلفو لو بروسي. بالنسبة للسؤال الثاني ممكن نقولو كومون جتيل، شنو تياكل؟ نقولو إل سو نوغي دو لا فيوند دي بواسون. شنو تياكل لو شات؟ تياكل دو لا فيوند دي بواسون. نمشيو للسؤال الثالث، ممكن يقول كومبيان دو فوا باغ جور دوا طون لو نوغيغ، شحال من مرة في النهار خاصنا نوكلوه؟ نقولو نوكلوه 4 المرات، 5 المرات في النهار، 3 المرات. إل دوا إتخ نوغي دو فوا باغ جور ولا 3 فوا باغ جور ولا 4 فوا باغ جور. نقولو كومبيان دو فوا باغ جور فوتيل لو سوغتيغ، شحال من مرة خاصنا نخرجوه؟ ممكن نقولو ممكن نخرجوه باغ جور، ممكن نخرجوه باغ سومين، ممكن نخرجوه ممكن ما نخرجوش. اذا 3 فوا باغ جور ولا 3 فوا باغ موا ولا اون فوا باغ موا ولا. وشنو ممكن اسكيل في لونطون، واش تيعيش بزاف؟ شحال دو غيل في ديال واحد المش؟ اذا شحال ممكن تيعيش القط؟ ممكن يعيش من عامين حتى 16 عام. اذا ممكن نقولو ال بو فيف اونتر 2 ا 16 ans. اذا نتوما غادي تختاروا واحد الحيوان غادي تحاولوا ديروا هاد لاكتيفيتي هادي دو. وبالنسبه لاكتيفيتي 3 قالك شاك اليف سان فورم اوبري دو سون كاماراج سور سا فامي سي زامي اي سون اي سور سي غو. اذا كل واحد غادي يحاول يلعبوا مع كل كاماراد، يلعبوا اون بينوم كذلك، كل واحد غادي يحاول ياخذ دي زانفورماسيون على واحد المونبر، واحد على واحد من العائله ديال داك الصديق ديالو. اذا غادي ياخذ ويقول ليه فوالا ها شنو هما ديالو
يعطيه دي زانفورماسيون. اذا هذا هو الدرس اللي كان. دابا غادي نحاول ندوزو جونغيشي مون فوكابيلير. قالك بار لانتخي دون سيت ليست، استسمح لانك كاين تما شويه ديال الكتابه، حيت عندي كتاب قديم هنايا وفيه خدوش بحال هكا. اذا نكملو جونغيشي مون فوكابيلير. قالك بار لانتخي دون سيت ليست، عندنا امي كوبان اونفون كوبين كومبانيون كاماراد. اذا تما لو مو اللي خاصنا نباريوه هو اونفون. نمشي للتمرين الثاني. قالك كلاس لي فيرب سويفون دون لو طابلو. عندنا لو طابلو فيه سكو جو بو فير افيك ان امي، سكو جو نو بو با فير افيك ان امي. اذا بالنسبه لامي فين غادي نديروها؟ غادي نديروها الطابلو الاولاني، سكو جو بو فير افيك ان امي. سو ديسبوتي، سكو جو نو بو با فير افيك ان امي. فواياجي، سكو جو بو فير افيك ان امي. سو كونفي، ce que je peux faire avec un ami. Aider, ce que je peux faire avec un ami. Détester, ce que je ne peux pas faire avec un ami. Discuter, ce que je peux faire avec un ami. Partager, ce que je peux faire avec un ami. Se battre, ce que je ne peux pas faire avec un ami. Et donc, c'est le premier cours de l'après qui est en régime de vocabulaire. C'est le cours de l'après qui est en train de s'exprimer à l'oral, qui est en train de s'informer, informer. J'espère que vous avez compris le cours. J'espère que vous avez شكرا لكم، شكرا لكل المتابعين الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال الفيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس نقدمه في القناه، ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابواد ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.